السلام عليكم. دونك غادي نحاولوا نصحوا ليكزامان ناسيونال 2011. فايتين نصحنا التمرين الاول اللي كان فيه ديزيكواسيون و ديزينيكواسيون ديال الين. الان غنخدموا التمرين الثاني. هذا التمرين مهم. علاش؟ لان فيه واحد لا سويت اللي هي لي ا لا فونكسيون، وبالتالي غادي نتعلموا كيفاش غنتعاملوا مع لي سويت لي ا لا فونكسيون و لي سويت كي سون لي ا دي فونكسيون. طريقه ما كتبدلش، ركزوا معايا. في السؤال الاول عطاك لا فونكسيون اللي اسمها هو اش دي اكس، اللي قال لك اكس ايكال موان ان ان ديال اكس، واختار ليها كدومين دو ديفينيسيون واحد او، بغا يدرسها في المجال واحد او. السؤال الاول هذا غير معطى، بطبيعه الحال هنا عطاك غير الداله وعطاك المجال فاش بغا يدرسها. هنا اش بريم ديال اكس، يعني بغينا نديريفيو هذه. مزيان، الاجابه اش بريم ديال اكس، بالتاكيد هنا خصني ندير اكس بريم بوحدو موان الين ديال اكس بريم. هنا ولدي ما كاينش حاجه ديال الفهمه ولا شي حاجه غنخترعها، كاين جوج الحوايج. واش نحافظ لو طابلو دي ديريفي اولا ما حافظش لو طابلو دي ديريفي؟ الا حافظ لو طابلو دي ديريفي راه تعرف ان اكس بريم كتساوي واحد، وان الين ديال اكس بريم كتساوي واحد على اكس. مزيان، بعد ذلك اش خاصك هنا؟ خاصك توحد المقام، فبالتالي هاد واحد ما هو الا اكس على اكس ناقص واحد على اكس، اللي هي اكس ناقص واحد على اكس. دونك هكا حسبنا لا دي غي في. مزيان، من بعد قال لك ايتيدي لو سيني دو اش بريم، يعني ديك لا دي غي في اللي لقيتي درس لينا الاشاره ديالها في المجال واحد. مزيان، حنا سيدي ديك اش بريم ديكس لقيناها كتساوي اكس ناقص واحد على اكس. نهضرو على هذا المجال اللي هو واحد او، المجال اللي هو واحد او. اكيد الاعداد اللي كاينه هنا هي اعداد اللي كبر من واحد، يعني هنا اكس كبر من واحد، يعني انت كتنطلق من واحد فما فوق كيحبسك او اللي نقولوها 2.7 اكس تيغا. المهم انت هنا في واحد المجال اللي فيه اكس كبر من واحد، معنى ان هذا المقام هي الاولى اللي بوزيتيف، لانه الاعداد اللي كاين هنا كلها 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 راه اللي بوزيتيف، كلها موجبه. مزيان، الى انطلقنا من هذا اكس كبر من واحد اللي كاين هنا، غادي يكون من البديهي والواضح ان هاد واحد الى دوزتيه هنا غير الاشاره ديالو غيعطيك ان اكس ناقص واحد كبر من صفر، وهذا الشيء كيعني ان حتى هاد البسط هذا حتى لو نيميغاتور اللي بوزيتيف. دونك اش كيفاش غنعبروا على هذا الشيء بكل بساطه؟ غنكتبوه وفق نصوص رياضيه. غنقول ليها ودي كيل كو سوا اكس ابارتيان ا لانتيرفال واحد او، اللي هو لانتيرفال اللي عطاني اكس هنايا اكبر او تساوي واحد، لان انا انطلقت من واحد وصولا الى، يعني انطلقت من واحد فما فوق اكس كبر من واحد. معنى ذلك انا بغيت نصنع هذا، بغيت نصنع هذا اكس ناقص واحد اللي كاين هنا، اش ندير؟ ندوز هذا لهنا. بطبيعه الحال اي عدد كيغير بلاصتو كيغير الاشاره ديالو، معنى ذلك ان اكس ناقص واحد سيبير ويقال زيرو. اذا انا دابا شرحت ليه ديك القضيه اللي قلت لكم على ان هذا راه موجب دو بليس. بطبيعه الحال بين العمى هاد اكس اللي كاين في المقام راه اللي سيبير ويقال هادي غادي تالي انا اصلا كاينه هنا. دونك انطلاقا من هاد الجوج ا سكي سينيفي او لا سكي امبليك، لان دابا صافي حنا هضرنا على البسط موجب وهضرنا على المقام موجب، اذا هادي كلها موجبه. اللي غندور عليها دابا بالاحمر شكون هي هادي اللي غندور عليها بالاحمر؟ اش بريم. هنا دابا بينت لو سيني ديال اش بريم، سكي امبليك انه كيل كو سوا اكس ابارتيان ا لانتيرفال ان او، راه اش بريم ديال اكس راه هي بوزيتيف سوبيريور ويكال ا زيرو. هذا جواب كافي. دونك مونتخي كو اش كخواسون تسير ان او، مساله بسيطه. حنا كنعرفو انه بصفه عامه بويسكو اش بريم دو اكس اي سوبيريور ويكال ا زيرو
كيل كوس سوا اكس ابارتيان على الانترفال 1 او الا كانت لا ديريفي بوزيتيف كي كتكون لا فونكسيون كتكون كروسونت و الا كانت لا ديريفي نيجاتيف كتكون لا فونكسيون دي كروسونت سولا امبليك ك ا سكي امبليك ك اش دي اكس est croissante sur l'intervalle 1 et 2. Et donc, on a déjà l'aide. Ce qui est le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle 1 et 2. Je vais vous laisser là. Donc, le tableau de variation, dit x qui est connu. حنا خدامين في المجال من واحد وصولا لأو حتى انا ما نخصش يخاطرو من واحد حتى لأو اش بريم ديال اكس حنا ولينا عارفين الاشاره ديالها اش بريم ديال اكس ولينا عارفين الاشاره ديالها يعني ما محتاجينش نديرو شي عنصر قبل منها اش بريم يعني ما محتاجينش نديرو لنا شي حاجه عاد نديرو اش بريم السبب هو انني انا عرفت الاشاره ديال اش بريم ديكس مباشره حيت درستها في الجزء الاول ولقيتها ياش لقيتها سيمبيرو ريكالا زيرو يعني هنا موجبه مفهوم اذا انا كيفاش غادي تكون دالة اش ليكس كيفاش تكون دالة اش ليكس بطبيعه الحال غادي تكون كروسونت غتكون تزايديه لان هذا الشيء كامل قلناه في السؤال الاول هنا صوره واحد صوره واحد لان المجال مغلق فيها اذا صوره واحد اش لي واحد اشنا هي اش لي واحد هنا بلاص اكس حطيت اش حطيت واحد اذا هنا فيما يبان لي شي اكس غنعوضوه بواحد غيكون هنا واحد ويكون هنا واحد فيكون عندك اش واحد ناقص الين ديال واحد شكون هو هذا الين ديال واحد راه هو الزيرو دونك يعطيك ماذا غيعطيك واحد اذا اش لي واحد غتحطها هنا واحد ثم اش لي او اش لي او صوره او صوره او هي ياش هي او يعني هذه المره بلس اكس حطيت اش بلس اكس حطيت او اذا فيما يبان لي شي اكس هنايا غنحط بلاصه او دونك غتولي اش او في بلاصه اكس ناقص الين ديال او وكنظن انه كلكم كتعرفوا ان الين ديال او راه كيعطينا ياش كيعطينا واحد اذا غيكون عندك او والين ديال او هي واحد اذا هنا دالة التساوي ديال غادي من واحد حتى او ناقص واحد لاحظوا واحد الحاجه مهمه قال لك مونتري كو اش لي واحد ديال او انكلي دون واحد او هنا بغيت نفكركم بواحد الحاجه قريتوها في بدايه السنه في بدايه السنه اللي هي واحد لابارتي كتسمى ليماج دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتيني استريكتومون مونوتون واحد الفقره سميتها ليماج d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Monotone, ça veut dire que la fonction est croissante et décroissante. Normalement, je vais vous dire que la fonction est croissante et décroissante. ما عفوا كيشحال يكون بالرموز انا غنستعمل اعداد باش تفهموا لي زانتيرفال المجالات كاين اربعه الانواع كاين مجال مغلق كاين مجال مفتوح كاين مجال نصف مغلق كاين مجال نصف مفتوح انترفال اوفر انترفال فيرمي انترفال سمي اوفر انترفال سمي فيرمي كيفاش السي عبد الرحمن الامور بسيطه مثلا خطيت واحد جوج هذا كيتسمى مجال مغلق انترفال فيرمي بزوج منهم هنا كاين انترفال اوفر داير هكا مفتوح من هنا ومن هنا كاين انترفال سومي فيرمي او لا سومي اوفر هي هي هذا دابا مغلق من هنا من اليسر ولكن مفتوح من اليمين العكس دابا نفتحو من هنا ونسدو من هنا الان دابا تخيل انك بغيتي تلقى الصوره ديال هذا المجال هذا كلشي كيرتبط بالداله اف اللي عندك هذه المره سماها اش عاده ماشي مشكل كتسمى اف الا كانت لا فونكسيون كروسونت كتقول لي القاعده ان الا كان المجال مغلق في بلاصه البلايص فاش كيكون المجال مغلق كندير فيهم اش كندير فيهم الصوره ديال داك العدد اللي كاين تما والبلايص فاش كيكون المجال مفتوح
كندير لا ليميت. ولكن اهم حاجه عندك جوج القواعد اللي تطبقهم الله يرضي عليك. الا كان المجال مغلق تما كدير الصوره، والا كان مفتوح كدير لا ليميت، الا كان مغلق فيرمي كدير ليماج، الا كان مفتوح كدير لا ليميت. ولكن حاجه اخرى مهمه، اولا خصك تاخذ بعين الاعتبار واش الداله ديالك تزايد ديال تناقص، اسكو لا فونكسيون كرواسونت او بيان ديكرواسونت. لحقاش الا كانت كرواسونت اش دير؟ غتحافظ على الترتيب، سينو الا كانت ديكرواسونت غادي تقلب الضر، سينو الا كانت ديكرواسونت غادي تقلب الترتيب. دونك هنا نورمالمون الا كانت داله تزايديه هنا اش غادي يكون ليماج؟ غتكون ليماج هي اف لي واحد اف لي جوج. لاحظوا انني هنا استخدمت الصور، علاش استخدمت الصور؟ لان المجال مغلق وحافظت على الترتيب اف لي واحد اف لي جوج. لو ان ديك الداله ديالي كانت، لو ان ديك لا فونكسيون اف كانت ديك كرواسونت، راه غادي نستخدم الصور حيت المجال مغلق، ولكن الترتيب غيتقلب، غادي نبدا باف لي جوج عاد اف لي واحد، غادي نبدا باف لي جوج عاد اف لي واحد ملي كتكون لا فونكسيون ديك كرواسونت. لاحظوا ملي كيكون المجال مفتوح، ملي كيكون المجال مفتوح اش قلت لك؟ كتولي كتستخدم لا ليميت. اذا هنا غدير لينا ليميت لما اكس طون فيغ ان، انت هنا كاين في اليسر فكدير اكس صغر من واحد ديال اف لي اكس، ثم هنا المجال مفتوح غدير ليميت لما اكس غادي عند واحد اكس سيبيرور ان ديال اش ديال اف لي اكس. مزيان، هنايا دابا في هاد الجهة مغلق وفي هاد الجهة مفتوح. إذا أولا بعدا إلا كانت ديك كرواسونت أش غيطرى لهادو؟ هادو غيتقلبوا، شتي هادو اللي عندك هنا غيتقلبوا، غتبدا بهادي ياك؟ ليميت كونت إكس طون فيغ دو، وهاد دو فين كاينة؟ في اليمن، دونك غادير إكس سيبيرور دو ديال أش؟ ديال إف لي إكس. ثم عاد واحد اللي هي ليميت كونت إكس طون فيغ أن إكس انفيرور ان، لان جات في اليسار ديال اش ديال اف دو اكس. بعد ذلك يا ولدي هنايا، هنايا دابا المجال هنا مغلق، اذا اش غدير؟ ليماج فهنا اللي مغلق اش كنديرو؟ كنديرو الصوره اف لي ان، وهنا اللي مفتوح كنديرو لا ليميت، لا ليميت كونت اكس طون فيغ دو ياك اكس كي انفيرور دو ديال اش ديال اف دو اكس. مزيان، هنا اش غادي دير دابا؟ لو ان الداله تناقصيه، لو ان لا فونكسيون دي كرواسونت، غتبدا بهاد الجوج، وحيت لانتيرفال عنده اوفير، غادي لا ليميت كونت اكس طون فيغ دو، وحيت هاد الجوج جات في اليمن، اكس سيبيرور دو ديال اش؟ ديال اف دي اكس، ثم غترجع لهنا لواحد اللي المجال فيه اللي فيغمي، وغادي لي ليماج، كنظن انكم فهمتوا. بالنسبة لهنايا، هنا مفتوح، إذا غندير لا ليميت كونت اكس طون فيغ ان، عندي اليسر اكس انفيرور ان ديال اش ديال اف لي اكس، بينما هنا اش غندير؟ غندير اف لي دو ياك، وغنسد لانتيرفال ديالي لحقاش مزود من هنا. هنايا دابا هنا غادي تجي لنا غيكونوا عندك هاد الجوج نيت ولكن مقلوبين، بمعنى انك غتبدا بهذا اللي هو مسدود غدير عنده الصوره اف لي جوج، عاد غدير ليميت كونت اكس طون فيغ ان اكس انفيرور ان ديال اف دو اكس، وغيكون مفتوح عندك هنا. إذا نفس الشيء أولادي الأعزاء، أنت دابا بغيتي تلقى الصورة ديال واحد المجال عاطيه لك تما، هذاك المجال هو ياش؟ هو واحد أو. رد معايا البال أن المجال اللي فيغمي، لانتيرفال اللي فيغمي، دونك لا نقاش ولا جدال ولا جدا هنا ولا سير التلهي، غادي تستخدم لي زيماج. ثانيا دال اش اللي عندك اللي كومو اللي كخوا كخواسونت، اذا ملي غنحسبوا الصوره ديال المجال اللي كنمزوج بها اش ديال واحد او، هذا الرمزي غندير لك دابا كيعني صوره هذا المجال هذا اش واحد او ليماج دو سيت انترفال باغ لا فونكسيون اش. اش كيساوي؟ كيساوي لنا كنحافظ على الترتيب، علاش كنحافظ على الترتيب؟ لان لا فونكسيون اللي كخواسونت، اذا غندير هنا اش لي واحد، وهنا اش غندير؟ غندير اش لي او. علاش درت الصور؟ كما قلت لكم لان لانتيرفال اللي فيغمي، وعلاش حافظت على الترتيب؟ لحقاش لا فونكسيون اش اللي كرواسونت، وحنا حسبنا اش لي واحد لقينا كيساوي واحد، وحسبنا اش لي او لقينا كيساوي او ناقص واحد. هو قال لك منطقي ان اش لي واحد او ضمن المجال واحد او، حنا لقينا هاد الصوره. لاحظوا انني الا جيت نكتب المجال واحد او، ها هو هذا هو المجال واحد اللي انطلقت منه، هذا هو
واحد هنايا وصولا الى او. في الصوره ديالو في ليماج ديالو لقيت واحد مزيانه، واحد فين كاينه غتكون هنا. الا كان هاد او كيساوي 2.7 فين غادي تكون او موانز؟ غتكون في شي بلاصه هنا اللي هي غادي تكون شي 1.7. اذا في الحقيقه حنا واحد اللي غنلونها بهذا الحل، واحد من او تا لموانز. واش كاين ضمن المجال واحد او؟ اه كاين ضمن المجال واحد او. اذا شديت لك انا مثلا طريق من اكادير، مثلا من اكادير حتى لمراكش، وجا شي واحد شد لك من اكادير حتى لشيشاوا، شيشاوا تما فاش كنضربوا الكفته وسميتو ياك شي باش مشوره. اذا هذه هاد الطريق اولا هاد اكادير حتى لشيشاوا هي ضمن الطريق من اكادير حتى لمراكش. دونك بنفس الطريقه راه عندي واحد حتى او ناقص واحد ضمن المجال واحد او. تقول لي هذه مباشره من حقك راهي اللي ضمن المجال واحد او، وبالتالي كتكون جاوبتي على السؤال. الان غنمروا الى الجزء الثاني، نمسح السبوره ثم نمر الى الجزء الثاني في التمرين. اذا في هذا الجزء الثاني المهم جدا جدا لاننا غادي نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع لي سويت كيسون لي على فونكسيون داله هي اش اكس كي تيغال اكس موان ال ان ديال اكس. فثانيا قال لك واحد سويت الي ان ديفيني بار الي زيرو كتساوي او، اي الي ان بليس ان كتساوي الي ان موان ال ان ديال الي ان. شوف هذه الان كتلعب دور في الرياضيات. الله يرحم ليك الوالدين، الله يخلي ليك اللي عزيز عليك. اسمع يا ولدي، هذه دابا اذا كنتي كتعيق هذه دابا راه كتشبه سبحان الله العظيم هذه. لو انك تحط اكس هنايا بلس ال ان غتلقى اكس ناقص ال ان ديال اكس، ياك بمعنى ان هاد ال ان زائد واحد اللي كاين عندك هنايا راه تساوي اف ديال ال ان. يعني لو جيت انا حطيت هنايا، لو جيت انا حطيت في بلاس اكس ال ان، اش غيولي عندك هنا؟ بلاس اكس غيت بلاصه ال ان، وبلاصه هاد اكس غيت بلاصه ال ان، وغتلقى ال ان ديال ال ان. بمعنى ان هاد لا سويت اللي عطاك هنايا راه لي مع هاد لا فونكسيون راه ما مجموعينش واحد التمرين غير هكاك. لو انهما بيناتهمش علاقه ما غايجمعوش في واحد التمرين، بيناتهم علاقه. والا غيدير هذاك التمرين ويدير هذاك التمرين. المهم الذي يهمني الان كيف ساجيب؟ السؤال الاول هنا هو سؤال بسيط وغنشوفوا الدور اللي غادي تلعب الداله، غنشوفوا الدور اللي غادي تلعب الداله. السؤال الاول قال لك مونتخي باغ ريكيرونس، ياك مونتخي باغ ريكيرونس كو ال ان محصوره ما بين واحد و او اي كيلكو سوا ان ابارتيان ان. شوف لا ديمونستراسيون بار ريكيرونس اللي عزيز عليك، لا ديمونستراسيون بار ريكيرونس كتم ديما من دوك ثلاثه المراحل. المرحله الاولى والثانيه ما كيتبدلوش واخا لا سويت لي انا فونكسيون. المرحله الثالثه غنشوفو التغيير البسيط. المرحله الاولى شنو هي؟ كنقول ليه اون بور ان كتساوي زيرو، شكون هي الي زيرو؟ الي زيرو كتساوي ها هي هو عطا عليا او راه كبر من واحد لانه 2.7 شي حاجه واصغر او يساوي راسو. اذا الي زيرو راه كيحقق ليا داك التطير اللي عطاني. غنقول ليه دونك سي فغي بور ان ايكال زيرو. مخيرة دابا المرحلة الأولى سالات بخير وعلى خير، كأن الدالة ما كايناش تما ما كتهمنيش. المرحلة الثانية اش كنديرو فيها؟ كنسيبوزيو فيها، كنديرو فيها ليبوتيز، كنديرو فيها واحد لا سيبوزيسيون. هادشي اللي قال لي مونتخي غنقول ليه أون سيبوز كو، أون سيبوز كو اش إلي إن محصورة ما بين واحد و. مزيان احنا سيبوزينا ان الي ان محصوره ما بين واحد و او وما خصنا حتى خير. مزيان المرحله الثالثه فاش غتبان الداله؟ انت شنو هو السر ديال الداله؟ فقط واحد الحاجه تعرفها الله يرضي عليك، انه الا كانت عندي واحد اكس محصور ما بين مثلا واحد و جوج وكانت الداله تزايديه فراه اف ليكس غتولي محصوره ما بين اف لي واحد و اف لي جوج، يعني غتخلي الترتيب. بينما اذا كانت اف تناقصيه
غتولي إفليكس محصورة ما بين إفلي جوج و إفلي واحد، يعني غيتقلبو. انت دابا اش كتستعمل؟ كتستعمل دالا اش اللي عندك، كتقول لي اش يكومون يكخواسونت، حيت باش نفهمو مزيان سمعني دابا دقيقة، ماشي دقيقة، ثلاثة ديال الثواني ديال الصمت تكونسونتريتي. ملي كتمشي للمرحلة الثالثة نورمالمون واش كنا موالفين، يا إما كنستعملو لونكادغومون، يا إما التقطير، يا إما كنستعملو طريقة الفرق، واش ولا لا؟ هادشي إمتى؟ ملي كتكون لا سويت بوحدها ما كتكونش لي هي لا فونكسيون، ولكن ملي كتكون لا سويت لي هي لا فونكسيون، المرحلة الثالثة كنستعملو دائما لا مونوتوني ديال لا فونكسيون اللي عندك. هنا كنقول لي اش إكخواسونت سيغ لانتيغفال اش سيغ لانتيغفال واحد او، اللي حنا درسناها في الجزء الاول ودرنا ليها الطابلو ولقيناها كخواسونت في لانتيغفال واحد او. معنى ذلك ان اش، ان الا دخلت اش على هذه الداله التزايديه غيبقى الترتيب، غنكتب هنا اش ديال اي لي ان، هنا غتولي هنا اش لي واحد، وهنا غتولي اش لي او. لاحظوا انني حافظت على الترتيب، لو انها كانت ديك خواسونت غتلقى اش لي او جات لهنايا واش لي واحد جات لهنا، بحال كيلعبوا بحال ماشي بحال هما بدلوا البلايص، بحال كيلعبوا بيناتهم، مفهوم؟ دونك الداله التزايديه كتخلي داك الترتيب كما هو. حنا اش قلنا الله يرحم ليك الوالدين، ان هذا اش ديال اي لي ان، شكون هو اش ديال اي لي ان؟ اجي نشوفوا شكون هو اش ديال اي لي ان. يعني لو حطيت في بلاص اكس اي لي ان اش يولي هنا؟ اي لي ان ناقص ال بلاص اكس اش كاين هنا؟ ال ان. شوف اش كتلقى سبحان الله العظيم، كتلقى ال ان ناقص ال ان ديال ال ان، اللي هي سبحان الله العظيم وبقدره قادر هي ال ان زائد واحد. اذا هذا السيد هذا الغزال هذا البوغوس اللي عندك هنا ما هو الا ال ان زائد واحد، وصوره واحد راه هي واحد، وصوره او راه هي او ناقص واحد. وغتقول اتونسو بعدا خصني نكتب هنايا مونطخون كو، كنركز على انا نشرح لكم كنزق مونطخون كو الى ان بليس ان حتى هي الصوره ما بين واحد او، خصني نكتبها هنا قبل نبدا في الاجابه ياك. هنا عاوتاني غنستخدم هذا براج، هاد الى ان بليس ان دابا اش لقيتها انا؟ لقيتها محصوره ما بين اش، لقيتها محصوره ما بين واحد ياك او ناقص واحد، ولكن هاد او ناقص واحد غنديرها براج حيت هي صغر من او، غتعطيني هادي غتعطيني بحال كنمدد المجال. الا كان واحد العدد محصور ما بين اكس محصور ما بين واحد وجوج، فمن حقي نقول انه محصور مثلا ما بين واحد وثلاثه، كنظن انكم فهمتوا. دونك صافي ملي كتبتي هادي غتقول لي دونك صافي لا كونكليزيون انه كيلكو سوا ان ابارتيان ان راه الى ان راه فعلا محصور ما بين واحد و. انا غادي نعاود باش نحيدوا لكم اي التباس. دونك المرحلة الأولى حنا بغينا نبينو باريكيرونس أن إلي إن محصورة ما بين واحد و. المرحلة الأولى كتبدا هنا هادشي بالطبيعي كيلكو سوا إن أبارتيان إن، هنا قلنا بوغ إن إيكال زيرو، يعني المرحلة الأولى والثانية ما كيتبدلوش. شكون هو إلي زيرو؟ إلي زيرو كيساوي إيش؟ كيساوي أو. مزيان، إلي زيرو كيساوي أو، متفقين؟ هاد او هذا راه كبر من اش، كبر من واحد لانه جوج فاصلات شي حاجه، وصغر من راسو. اذا نقول ليه دونك سي فغي بور ان ايكال زيرو، يعني بالنسبه لان ايكال زيرو راه صدقات. ها المرحله الاولى من لا ديمونستراسيون. المرحله الثانيه كدير ليبوتيز ديالك، اون سيبوز On suppose que H et les N محصورة ما بين H ما بين واحد و E. لاحظ أن المرحلة الثانية الأولى والثانية دازوا بخير وعلى خير، كأن الدالة ليست موجودة أصلا، لا تهمني من قريب ولا بعيد، ولكن فين كيجي الدور ديال أسميتو ديال ديك الدالة؟ كيجي في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة اش خصك دير فيها؟ On montre que, ou la montrons que, les jeux,
إل إن بليس أن محصورة ما بين واحد دو. عفاكم أش قلت لكم قبيلة فهاد المرحلة الثالثة نورمالمون إلا كانت لا سويت بوحدها تمرين فيه لي سويت بوحدهم ما مرتبطينش بالدالة أش كنا كنديرو؟ كنا كنديرو يا إما لا ميثود دون كادغومون يا إما لا ميثود دو لا ديفيرونس يا إما طريقة الفرق يا إما طريقة التأطير. هنا يا حبيبي ما كاين لا هادي لا هادي، كاين واحد الحاجة كتنطبق من داكشي اللي افترضتيه دابخي ليبوتيز، ديما كتنطبق من داكشي اللي افترضتيه دابخي ليبوتيز. اش افترضنا حنا؟ افترضنا ان ال ام محصوره ما بين وحده، ويمتى غتدخل الداله؟ غتدخل دابا ملي غادي تستعمل اش، واش هي كرواسونت ولا ديك كرواسونت تي اش ياش اي كرواسونت سيغل انترفال واحد او. ملي الداله تزايديه كيولي عندك الحق تدخل اش هنايا اش ديال ال ان، وهنا اش ديال او، وهنا اش ديال واحد بلا ما تقلب الترتيب. لو انها كانت تناقصيه كنتي غادي تلقى هذا هنا وغتلقى هذا هنا بحال الدوبلاسيون. كما قلت لكم قبيله شكون هي هاد اش ديال ال ان؟ اش ديال ال ان كتلقاها هي ال ان بليس ان. ملي حسبتي اش لي واحد غتلقاه واحد، وحسبنا اش لي ولقيناه وناقص واحد، بقات لنا عقبه صغيره واحد امتحان صغير كيتيسي كبير. نورمالمون حنا خصنا نلقاو هنا واحد، ها هي مخيره عزات مخيره يعني بعزات الله مخيره ما كاينش مشكل. هنا كان خصني نلقى ولكن انا لقيته ناقص واحد. والو كتستعمل هذه باراج بما ان هذه صغيره بدورها على او، وكتوسع المجال وكتقول ليه ال ان بليس ان راه محصوره ما بين واحد او. ها حنا مونتخينا كو ال ان بليس ان محصوره ما بين واحد او. لفينيسيون دابا هي انك تعطي لا كونكليزيون، كونكليزيون كيل كو سوا ان ابارتيان ان راه ال ان بليس ان ال ان عفوا راه محصور، راه ال ان محصور ما بين واحد او او، بمعنى داكشي اللي طلبتي ليا فهنا راه كاين. في السؤال الثاني اون فا مونتخي كو ال ان اللي كومون اي دي كخوا اي دي كخواسونت. مزيان غنمونتخيو ان ال ان اي دي كخواسونت وهي سهله. في السؤال جوج ب عندي هنايا ال ان بليس ان ناقص ال ان، شكون هي ال ان بليس ان؟ هي هذا شتي، ها هو هذا هو ال ان بليس ان. اذا بلاصه هذا غنكتب ال ان ناقص ال ان ديال ال ان. هنا كاينه ناقص ال ان، ماذا سيحصل؟ غتحيد لي هذا مع هذا، واش ولا لا؟ اش غيشد لك هنا؟ غيشد لك ناقص ال ان ديال ال ان. الان وياك تكون دري صغير هذه لا نعرف هذه الاشاره ناقصه كتعني ما كتعنيش بان هذا سالب ولا انه موجب. غادي نشوفوا عندنا نورمالمون ان ال ان اشنو عندي؟ عندي ان ال ان راه محصوره ما بين واحد او او ياك. وحنا قارين واحد الحاجه مهمه، الا كان اصغر من بي وكان او بي سخيتومو بوزيتيف راه الين ديال ا كيكون صغر من الين ديال بي، بان الين كيخلي ليا الترتيب. فالين ديال ال ان ندخل عليهم هكا الين غيكون كبر من الين ديال واحد وغيكون صغر من الين ديال، دخلت عليهم الين كلهم، معناها ان الين ديال ال ان ياك اللي كيهمني دابا هي غير هاد الجهه انه كبر من زيرو، من زيرو الين ديال ال ان. الان انا باش ندخل ناقص، ملي كندخل ناقص كيتغير اتجاه الرمز، غتولي ناقص ال ان ديال ال ان وغتولي صغر من زيرو، من زيرو ضروري تشرح بهذه الطريقه، ضروري تشرح بهذه الطريقه. غتقول ليه بويسكو وصلتنا هذه، دونك دابا بينا ان ال ان بليس ان ناقص ال ان عطاتنا شي حاجه اللي هي سالبه ها الشرح ديالها، سكي امبليك ان لا فونكسيون دونك اف اي كومون الي كومون اف اي دي كرواسونت، لان لقينا الي ان بليس ان ناقص الي سالبه اي دي كرواسونت ا صافي صافي دونك الي ان دي كرواسونت. اون ديدوير كو انها كونفيرجون، خاصيه اللي هضرنا عليها 7166 مره، كتكون الخاصيه الا كانت واحد لا فونكسيون كرواسونت او ماجوري راها كونفيرجون، و الا كانت دي كرواسونت او مينوري راها
convergente. La fonction li عندي هنا اللي كومون اللي décroissante ياك اي مينوري بار 1 donc convergente. Est-ce que c'est le jumla اللي كنفتي عليك دابا il est en une suite décroissante minori par 1 donc convergente. كيبقى السؤال الاخير montre que limite contient un vertex infini ديال ln كيساوي 1 غنمس السبوره ثم نكمل. اذا بالنسبه لهذا السؤال الاخير اللي كيتعلق بلا ليميت كونتينت اون فيغ بليس انفيني ديال سويت الى ان انا خديت وقتي وكتبت الخاصيه اللي هي شويه طويله ولكن الى حددنا العناصر ديالها راه غادي تبان لنا سهله وكتعاوننا نعرفوا لا ليميت ديال واحد السويت ملي كتكون هذا السويت لي لواحد لا فونكسيون. اولا كيفاش داير هذا السويت؟ داير على الشكل الى صفر كتساوي شي عدد وعندك الى ان بليس 1 كتساوي اف ديال الى ان. ديك الساعه كنعرفوا بان هاد لا سويت هادي الى ان اللي لي هاد لا فونكسيون. الهدف من هاد السؤال هذا نحدو لا ليميت لما كونت ان طون فيغ بليس لانفيني ديال الى ان شحال كيعطينا. اولا اللي كيكون عندك واحد لانتيغفال اي هو اللي كتبدا منو ديما هذاك لانتيغفال اي اللي عندي في التمرين اللي هو المجال واحد او. شنو الشرط الاول باش نطبقوا واحد الخاصيه غنقولها لكم؟ خص الداله اف اللي حنا كنهضروا عليها خصها تكون كونتيني في اي. خص الداله اف تكون كونتيني سيغ لانتيغفال اي. مزيان. شنو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني خص يكون اش اف لي اي ضمن اي. شنو الشرط الثالث؟ خص يكون اي زيرو كينتمي لاي. نشوفوهم حنا على اي حال. كيقول لك هنا خص اف تكون كونتيني سيغ ان انتيغفال اي. ها هو الشرط الاول. خص اف تكون متصل على هذا المجال مفهوم. الداله اللي عندنا راه متصل على هذا المجال مفهوم. ثم اف لي اي ضمن اي. حنا ملي حسبنا صورة المجال اي اللي هي اف ديال اش حسبنا اف ديال اش ديال لانتيغفال واحد او لقيناها كتساوي الى عقلت واحد او ناقص واحد وقلنا بان هذا المجال راه ضمن المجال واحد او اذا يتحقق الشرط الثاني ان اف لي كتنتمي لي. ثم الي زيرو الي زيرو الى ما الى ما الى عقلت الذاكره دابا باش خدام هي كتساوي او او راه كاينه ضمن المجال واحد او مفهوم. دونك اش كيقول لك هنا الا تحققوا هاد الشروط بالتاكيد لا سويت الى ان بليس ان خصها تكون سو لا فورم الى ان بليس ان ياك وكانت عندنا هاد المتتاليه هادي كونفيرجونت دونك هاد ثلاثه ديال الشروط خص تكون اف متصله في المجال اي اللي هو كيعطي لك في التمرين خصها تكون كونتيني سير اي خص يكون اف لي اي ضمن اي وخص تكون اي زيرو كتنتمي لاي. مزيان. لا سويت بالتاكيد خص تكون بهذا الفورم يعني باش نقول بان لا سويت الى ان اللي لي على فونكسيون اف. كيقول لك دابا الا كانت هذه المتتاليه اللي عندك كونفيرجونت الا كانت سي الي ان لي كونفيرجونت اذا لا ليميت ديالها كتكون هي حل المعادله اف لي ان كتساوي ال. انا غادي نعاود عندي الشروط اشنو هما المجال عندي انا اي هو لانتيغفال اش واحد او ياك عندي واحد المتتاليه الى عقلت الى زيرو كتساوي او الى غلط صحوا لي الى ان بليس ان كتساوي اف ديال الى ان. الشروط اشنو هما؟ عاطيني واحد المجال اي هو هذا. اول خاصيه خص هاد لا فونكسيون اف تكون كونتيني. اول شرط يا ربي خصها تكون كونتيني سيغ لانتيغفال اي. مزيان. ثاني شرط خص الصوره ديال هذا المجال خص اف لي اي تكون انكلي دون. ثالث شرط خص تكون اي زيرو كينتمي لاي. اي زيرو اللي هو الصوره اللي كاينه هنا نلقاها في داخل هذا المجال نلقاها كتنتمي لهذا المجال. مزيان. كيقول لك اسيدي الا كانت ديك الساعه لا فونكسيون ديك الساعه الا كانت ماشي لا فونكسيون سي الي ان ديك الساعه اي كومون اي كونفيرجونت الوغ انت كتقلب على ليميت
كونت ان تنفير بليس لانفيني ديال ال ان اللي غنسميوها ال اللي غنسميوها ال هاد ال هي دابا اللي كنقلبوا عليها من الصباح كيقول لك الا بغيتي تلقى هاد ال خصك تحل المعادله اف لي ال تساوي ماذا ال خصك تحل هاد المعادله كيقول لك ديك لا ليميت اي لا سوليسيون دو ليكواسيون اف دو ال ايتيغال ال هذا ما سنفعله على حسب الذاكره ديالي انه كانت عندي كانت عندي خصنا نمشي ونجيبو ديك لا فونكسيون اي سكوند دونك السيدي كانت عندي اش دي اكس هي اكس موان ال ان ديال اكس اش دي اكس هي اكس موان ال ان ديال اكس اذا ديك الداله ما سميتهاش اف سميتها اش على اي حال هاد لا ليميت ان اللي غنقلبوا عليها غتكون الحل ديال المعادله اش ل ال تساوي ماذا ال غنحلوا هاد المعادله اذا اش ل ال كتساوي ال بمعنى شكون هو اش ل ال يعني فين ما يبان لك شي اكس فين ما يبان لك شي اكس غتعوضو بالقيمه ال دونك اش غيكون عندي غيكون عندي انه ال ناقص ln ديال ال كتساوي ماذا كتساوي ال مزيان اذا هنا غير معناه ان ناقص ln ديال ال كتساوي دوز هاد ال هنا كتساوي ال ناقص ال اللي هي تساوي ماذا اللي هي تساوي زيرو اذا معناه ان ناقص ln ديال ال كتساوي زيرو غنضرب هنا في ناقص واحد ونضرب هنا في ناقص واحد الا ضربت هنا في ناقص واحد غيكون عندي الين ديال ال والا ضربت صفر في ناقص واحد فكيبقى صفر الان كنستخدم الخاصيه المهمه الا كان الين ديال اكس كتساوي ايكغيك فان ذلك يكافي باش نخلي اكس بوحده هنا حيت ليه الين خصني الطرف الاخر ندخل عليه الاكسبونونسيال هادشي يستلزم ان ال هي اكسبونونسيال ديال زيرو اكسبونونسيال ديال زيرو واي حاجه اس صفر هي واحد معناه ان ال كتساوي واحد ملي لقينا ال كتساوي واحد هذا كيعني ان لا ليميت كونت ان تون فيغ بليس لانفيني ديال ال ان كتساوي ماذا كتساوي ان كنتمنى اننا نكون افدناكم وصلت بك فصلت احييكم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم.